هي الوحيدة في ذي قار مطحنة سومر الحكومية التي توقف العمل بها فجأة بعد تأشير إصابة حشرية في خزين الحنطة المحلية الذي يتطلب إلى مكافحة هذه الحشرة قبل أن تتلف المواد المخزونة. المطاحن الاخرى، لكن اللجان ذات العلاقه تحذر من وجود بعض الحشرات او بعض الفيروسات اللي ممكن يعني تكون يتناولها العنصر البشري، وهذا ممكن ياثر بصحتنا. الايقاف بعد زوال المسببات احنا معاه، لكن مع تسريع عجله عمليه التعفير او عمليات الخلاص من هذه الافات. الاجراءات المتخذه للحظه لم تكن بالمستوى المطلوب، فتوقف المطحنه سيلهب الاسعار في الاسواق المحليه التي ارتفعت مؤخرا، وبهذا يقع المواطن ضحية الأخطاء والتهاون في عمليات خزن محصول الحنطة في سايلو الناصرية. في تأثير سلبي بسبب ارتفاع الأسعار يعني ارتفاع الدخل، الناس محدود تعبانة كمواطنين كعاطلين أو كتحت طبقة فقر، يعني من يصعد شيء 50 أو 60 أو 70 راح يأثر عليه، يعني هو منين يجيب؟ يعني هي وصلت للطحين على قولتهم. أصحاب المخابز الذين شكوا رداءة المنتوج المحلي مما يضطرهم إلى شراء منتوجات أخرى لضمان جودة مادة الطحين بعد تسجيل عدة مشاكل أثرت على عملهم التي رفضها المواطنين. بالأخص الطحين إذا صارت أسعار غالية فراح يقل شغلنا مو مثل قبل، فراح تغلى تصير خبزة من كان قبل 8000 كان الطحين رخيص، هسه حاليا خبزة 6000، فرق هواي بيناتنا، فرق بين الناس بين المجتمع، فلهذا السبب نص المخابز تقعد، ناس واد متعسف، يعني الطحين غالي، يومية عامل، صرفياتك طحين، ملح، كله هواي شغلات، إيجار. لم تكن هذه المشكلة هي وليدة اليوم، غياب الرقابة والمتابعة هي من الأسباب الرئيسية وراء انتشار الحشرات في محصول الحنطة، والذي أوقف عمليات إنتاج الطحين في الناصرية، ولربما يدخلها في أزمات إن لم يتم تدارك الأمور. لقناة التغيير الفضائية، سلامة سرهيد، ذي قار.